نطلع على الغوطة نشوف شو الوضع. انتفاء كل العوامل الأساسية لحياة المدن والمواطنين. يعني فكري الطريق انفتح عمليا شريان الحياة بالدم الأكسجين كله بدأ يمشي من أول وجديد بالبلد بسوريا. هلأ قطعنا النشابية واقتربنا من جسرين. حاليا قوات الجيش العربي السوري حررت جسرين من يومين. أكيد شيء مؤلم يمكن بهيك زيارة بالرغم من كل الشعور بالفخر. شعور الفخر بيعطي بكل تأكيد شعور السعادة في أي ظرف من الظروف. لكن شيء المؤلم هو هاي النشابية، هاي المدينة الأولى اللي حررها الجيش العربي السوري في بداية العمليات من حوالي 3 أسابيع بالغوطة. هاي بنشوف انه الناس بدأت تنظف المدارس، ناس مدنيين عم ينظفوا المدارس، لا هن موظفين ولا شيء. يمكن Hey NBC News viewers, thanks for checking out our YouTube channel. Subscribe by clicking on that button down here and click on any of the videos over here to watch the latest interviews, show highlights, and digital exclusives. Thanks for watching.